أمور كثيرة يقوم بها السلطان مراد لم يقم بها أجداده السلاطين من قبل، وبصفتك السلطانة الأم انصح مولانا السلطان أن يحترم ما يقوله العلماء وأن يطلب دعاءهم له بالخير، فنحن بدعائنا له نحميه من اللعنات ونحميه من اشتعال غضب الناس وتمردهم من خلال التخفيف من الأسباب المؤدية لإيقاد تلك النيران. أنا من واجبي أنصحك حتى ما يميل ميزان عدالتك أبداً. من ورا تهورك هاد رح تجر حالك وتجر معك الدولة العلية لطريق التهلكة اللي ما في رجعة منه. أكبر عدو إلك قبل أي حدا بالدنيا هو نفسك. كمال كيتش، تأخذ رجالك وبتروحوا بترجعوا المفتي لهون. بأمركم يا مولاي. بتحطي كم نقطة منه بالأكل، مو أكتر من هيك، بس انتبهي إياكي حدا يشوفك. كوني مطمنة ولا تاكلي هم. وإذا صاروا مسكتي اسم السلطانة عائشة ما بتذكري نهائيا، عم تفهمي؟ وإذا صار عكس هيك أنا بإيدي بقتلك. الكل يفتح عيونه ويتعظ، هدول العلماء متهمين بالخيانة، بدل ما يهتموا بتطبيق أحكام الشريعة ويحققوا العدالة بين الناس تبعوا طريق الخيانة وخططوا لحركة تمرد ضد الدولة. بعد ما اجتمعوا بمجلس سري قرروا التخلص من مولانا السلطان مراد خان حاكم الدولة العلية، وتجرأوا على ترشيح شخص تاني ليستلم محله العرش العثماني. هذا العصيان ضد الدولة وضد مولانا السلطان مراد خان خيانة علنية، وعقابه هو الموت. الخائن وبأي منصب كان يكون على يقين انه مولانا مستحيل يعفي عنه. الله يغفر لهم ذنوبهم. النفوس المريضة صعب كتير نقدر نشفيها يا مولاي. الأمور رح تتصلح. أنا عزلت المفتي من منصب شيخ الإسلام، هو ما كان قد المسؤولية أبدا، للأسف طمع بالسلطة وتآمر مع الخونة ضدي. الإمام الغزالي بيقول آفة النفوس الكبر، وبيعتبر إنه الغرور من كبائر الذنوب اللي صعب تنغفر، لأنه كان الغرور علة إبليس وسبب تمرده على ربنا، لهيك الغرور آفة ما بينعفى عنها.
وقت المتمردين هاجمونا عزلتك من منصبك وقلت لك بوقتها مو أنا سبب هذا القرار، الظالمين أجبروني. وعدتك إنه بس استرجع قوتي رح ترجع لوظيفتك وتكون أنت مفتي الدولة، وهالوقت إجا أخيراً. منصب مفتي الدولة رح يرجع لصاحبه الأصلي. من اليوم ورايح أنت صرت شيخ الإسلام بالدولة العلية. مولاي غمرتني بلطفك وكرمك، يطول عمرك ويديمك فوق رؤوسنا. بتمنى لك التوفيق. هالإهانات اللي ارتكبوها بحقنا ما رح اسكت عنها بنوب، ورح اخذ بتارنا حتى لو نفوني على اخر الدنيا. ولازم يعرفوا كل الناس انه ظلم السلطان هو آفة رح تحرق كل البلد. ويحيى افندي هذا يوم سعده. رح ياخذ مكاني طبعا. شو متوقع لكان سلطان مثل مراد هالمفتي بيناسبه؟ فتح الباب يا حارس، حرك يلا. شو هالصوت؟ كأنه في حدا جاي. شو اللي جابك يا كمال كيتش؟ مولانا أصدر أمر بإنكم ترجعوا معنا على العاصمة يا حضرة المفتي. من البداية كانت نيتك أنك تقتلني أنا وابني، وهون صار فيك تنفذ رغبتك بعيد عن العين. فرمان موتك أنت كتبته بإيدك يا علي زاد أفندي. الخونة منقدم لهم مكافأة إذا نفيناهن. لو بتحترم قوانيننا ما كنت رح تفكر أنك تقتل مفتي الدولة. ما في سلطان قبلك اتصرف بهالكيدية وخرق القانون. مولاي بترجاك سامح أبي. يا أبي اطلب العفو. ما عملت شي لأطلب العفو يا ابني. أنا كان كل همي مستقبل دولتنا العلية ومصالح شعبنا. خدوا العبرة مني. بارح كنت سلطان العالم واليوم عاجز. هاد آخر شي حكى أخي المرحوم السلطان عثمان قبل ما ياخدوا روحه المتمردين. اللي بقصده بهالحكي سلطان حاكم العالم انقتل، فأنت مين يا علي زادة؟ يعني ليش لحتى ما تنقتل؟ مولاي الله يخليك سامحه، السلطانة جول بهار الخاينة خدعت أبي وورطته، هي ورا كل شي. الله يوفقك تعفي عنه. سعيد معقول هي تضل عايشة ونحن اللي نتحاسب؟ هذا مو عدل أبدا. لا تاكل هم يا سعيد أفندي، كل إنسان شارك بهذا التمرد رح ينال جزاءه بالنهاية.
وأنا بطلب من ربي تلفظ آخر أنفاسك وأنت عم تتعذب. ما يبقى جنبك لا أم ولا أخ ولا ولد ولا عيلة يترحموا عليك. موت موت من الندم. أبي تدفنوا مكانه حتى قبر ما بيستاهل. بظن هالعقاب كافي لإلك. ركبوه بالسفينة واطردوه. مولاي بقطع راسك إذا بترجع على العاصمة مرة تانية. ادخل. حضرتك طلبت تشوفني. انت كنت مع امي وسمعت الكلام اللي قاله المفتي بالمجلس تبعه. هذا الخاين علنا طالب بتنصيبك على عرشي. لما سألك عن صحتك وأحوالك هدفه كان واضح، وما تجرأ يعمل هيك لو ما لقى تجاوب منك. مولاي أنا قلت لك من قبل إني ما عملت أي شيء بيوحي لشيخ الإسلام إنه عندي مثل هيك رغبة، وبعمري ما حكيت معه بهالأمر. أمك اللي حكيته يا بياسيت، وهي اتفقت معه. سعيد أفندي اعترف بكل شيء يلي شجع العلماء يعقدوا المجلس ويتجرؤوا على التآمر ضدي السلطانة جول بهار. رح أسألك سؤال واحد وبدك تجاوبني بصراحة. مظبوط ما كنت بتعرف مخططات أمك؟ أنت ولدت بمكان كله مؤامرات أصلاً. شو فيها إذا شفت المفتي وحكيت معه؟ بس الظاهر قاسم بده ينتقم منك وبده يشوه صورتك قدام. مو صحيح هالشي؟ وعلى فرض هو ما بيعرف فهذا الشي ما بيلغي إنك متورطة بالتآمر ضده. لا يا مولاي ما بعرف. عظيم، هلأ صار فيك تنصرف. أخي أنا بعرف إنه ما بحق لي أطلب منك شيء، وبعرف إنه اللي أمي عملته عقاب الموت، بس إذا كان إلي عندك خاطر بترجاك ما تقتلها في ع أماسيا أو قصر الدموع واحبسها هونيك، أنا بوعدك إني ما عاد رح شوفها، بس بدي إياها تضل عايشة. هذا هو طلبي الوحيد.
الموضوع ما بده كل هالتفكير يا سلطانة. احكي اللي بدك تحكيه بدون مقدمات. انت جاي تقولي اني ارتكبت خطأ باعدامه للمفتي، مو هيك؟ نصحتك من قبل، بس شكله كلامي ما عاد له اي قيمة بالنسبة لك. الحكم بالنهاية حكمك، بس اوعك تنسى انه تمن قراراتك هي رح ندفعها كلنا. ادخل. مولاي السلطان الأم، سلطانة جولبهار، أكيد بتعرفي التهمة تبعك. أنت تآمرتي مع المفتي علي وحاولتوا تقلبوا نظام الحكم بالدولة. رب العالمين وحده بيعرف إني مظلومة. السلطانة قسم قبل سنين نفتني بسبب شكوك، وهلا عم تساوي نفس الشيء. أنا ما عملت شيء يا مولاي. بدل ما تركعي قدامي وتترجيني عم تتهمي السلطانة الأم وعم تهربي حالك من الموضوع، مو هيك؟ ما عندي شك بعدالتكم مولاي السلطان. ما قلت ترموني بالسجن من دون وجود أي دليل ضدي بين إيديكم؟ وين العدل؟ غضيت النظر عن خيانتك بالماضي وسمحت لك ترجعي على العاصمة كرمال خاطر ابنك الأمير، بس هذا التصرف انت اعتبرتيه انه ضعف من السلطان، مو هيك؟ لا يا مولاي، هالفكرة ما خطرت لي. سعيد أفندي اعترف بكل شيء. حكى عن كل مؤامراتك مع أبوه. أنا حذرتك وقلت إذا تهمة واحدة بتتوجه لك ما حدا رح يعرف أبريك، رح تنعدمي يا سلطانة جولبهار. حراس. مولاي مولاي، أنا بترجاكن بترجاكن لا تعدموني، لا تقهر قلبي ابني علي، لا تحرموه من أمه مرة تانية يا مولاي. سلطانة سلطانة سلطانة، أنت أمي يا سلطانة، أنا بترجاكي لا تحرميني من عفوك ورحمتك. الله يوفقك. موتك رح يكون فرصة لابنك، وبما أنه بحياتك ما عملتي له شي منيح فهي فرصتك. أرضي بقدرك. حراس، خبروا مولانا اني اجيت. عفوا سلطانة، مولانا مع حرمه بالخلوة. مين حرمه؟ سلطانة عائشة؟ لا يا سلطانة، مع الجارية صنوبر. انت عالجت ابراهيم من قبل،
فيك تلاقي لي دواء لوجع راسي؟ هذا الدواء زيت مليسة مولاي، نافع لوجع الراس بشرط يندهن بأسلوب صحيح. واضح انه هالامور انت شاطره فيها. هالشي وين تعلمتي؟ ستي كانت تعالج بالاعشاب، وانا صغيره كنت روح لعندها لحتى نجمع الاعشاب قبل طلوع الفجر، وبعدين كانت تغليها وتعمل منها ادويه، وانا منها تعلمت طب الاعشاب. كل داء وفي له دواء، وما في وجع ممكن يدوم، المهم نعرف شو هو الدواء الصح. Thank you.